خر منها عمر رضي الله تعالى عنه من قامته، ثم هرب لا يمر بأحد إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 6، ثم ألقي عليه برنس فانتحر نفسه. ولما سأل عمر عن الفاعل فقيل له إنه أبو لؤلؤة المجوسي، فقال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على رجل يدعي الإيمان ولم يسجد لله سجدة، قبحه الله، قد أمرنا به معروفا. ومكث عمر رضي الله تعالى عنه 3 أيام، ثم توفي يوم الأربعاء ل24 من شهر ذي الحجة 23. وها هم اليوم الرافضة، وها هم اليوم الرافضة يقيمون لأبي لؤلؤة فيروز الذي لقبوه ببابا شجاع الدين مشهدا يزورونه في مدينة كاشان الإيرانية، وهذا هو قبره، وقد كتبوا عليه: الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان، باللغة الفارسية. ويترحمون عليه ويسأل الله أن يحشرهم معه، مع أنه مات مجوسيا منتحرا. اللهم احشرني مع أبو لؤلؤة، اللهم اغفر لأبو لؤلؤة، اللهم احشرني مع أبو لؤلؤة. إخواني أمنوا 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 إخواني، اللهم احشرني مع أبو لؤلؤة المؤمن الولي، وليك يا الله. بادءا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادءا وانتهى، لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادءا وانتهى، ما هم بأمة سيدي حاشا فليس الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء، من حطم الأصنام، من أرسى العدالة والإخاء، من أسمع الدنيا حدا المجد فاشتعلت حدا، من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء، واستمطر التاريخ فانهمرت سحائبه ثرى، ورز الظلام وجاء، رز الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء، لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حراء، وغزى الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء، لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حراء، لم يقرأوا سعدا وسيف الله ما فهموا البراء، شيع وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء، هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء، هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا، إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء، هذا إلى صنم يطيف به وذا عبدا نساء، هناك من ظن الرياء أبراعة فغلا رياء، والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء، وهناك من ظن الرياء أبراعة فغلا رياء، والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء، إني أحار بهم وقد ساغوا التراشق والبدا، وحنوا رقابهم فلم تشكو الهوان والانحناء، إني أحار بهم وقد أمست جموعهم غثاء، يتناطحون تناطح الأكباش تلتهم الغذاء، ويقاتلون عن الرذيلة يرخصون لها الدماء، ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء، إلى مزق اللحوم ترى البلاء، فانظر إلى برك الدماء وأيهم حقن الدماء، فانظر إلى مزق اللحوم ترى العجاب ترى البلاء، فانظر إلى برك الدماء وأيهم حقن الدماء، ويقاتلون عن الرذيلة يرخصون لها الدماء، ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء، ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء، ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء، داها الذي
عبر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهى لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهى ما هم بأمة سيدي حاشا فليسوا الأكفياء ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء من حطم الأصنام من أرسى العدالة والإخاء من أسمع الدنيا حدا المجد فاشتعلت حدا من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء واستمطرت تاريخ فانهمرت سحائبه ثرى ورز الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حراء وغزى الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حراء لم يقرؤوا سعدا وسيف الله ما فهموا البراء شيع وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء هذا إلى صنم يطيف به وذا عبدا نساء هناك من ظن الرياء براعة فغلا رياء والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء وهناك من ظن الرياء براعة فغلا رياء والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء إني أحار بهم وقد ساغوا التراشق والبذاء وحنوا رقابهم فلم تشكو الهوان والانحناء إني أحار بهم وقد أمست جموعهم غثاء يتناطحون تناطح الأكباش تلتهم الغذاء ويقاتلون